أعزائي المشاهدين في كل مكان، برحب بيكم النهاردة في فيديو جديد معايا عن توقعات الأبراج. أنا مريم بعمل فيديوهات عن الأبراج، يلا بينا نشوف توقعات النهاردة. توقعات برج الجدي الجمعة 20 أغسطس عام 2021. أنت أقرب إلى النجاح مما تعتقد. قد تجبرك الظروف الحالية على المجادلة والتمسك بوجهة نظرك، تجعلك محاذاة الكواكب ترغب في تسريع الأمور، لكن عليك التحلي بالصبر. أنت تميل إلى الهجوم بدون سبب وجيه. انطلق لإعادة التفكير في خططك للأنشطة الجديدة. إذا كنت تعتبرها مربحة لك، توقع الإنجازات المادية. قد يكون هذا وقتا مناسبا لجميع أنواع النزهات. وسع أفكارك قليلا وابدأ في تحليل إمكانية الاتجاه الجديد. ضع التغيرات المفيدة في حياتك موضع التنفيذ. كن معتدلا في كلامك للأشخاص الذين تحبهم. عاطفيا، أولئك الذين يبحثون عن شريك ينصحهم النجوم بغض النظر عن مدى الحب. لا تقل أنك تحلم بزفاف في الموعد التالي. مطاردتك هو شعور بعدم الرضا، وهو سبب من أسباب التهيج والميل إلى الشجار. درس هذه الفترة بالنسبة لك هو التحلي بالصبر وعدم الشجار، ومحاولة معالجة كل شيء مرة أخرى، والتعامل مع المشاكل العائلية القديمة التي لا تخضع للتأجيل الجديد. لا تخف من إجراء تقييم صادق للموقف. يمكنك السفر وزيارة أقاربك، لكن كن حذرا خلف عجلة القيادة. أنت على استعداد لفعل كل ما يتطلبه الأمر لإنشاء النوع الصحيح من التغيرات وإيجاد حل لمشكلة معينة، في حين أنه من الصحيح أنك بحاجة إلى التفكير بوضوح حول كيفية تحقيق أهدافك وخططك. إلا أن قلبك فقط هو من يمكنه إخبارك بما هي هذه الأهداف والخطط. مهنيا، من المهم الحصول على بعض العمل في المنزل لأنه سيحقق لك إيرادات جيدة، وسوف يفهم أقاربك. أنت الآن تفضل العزلة، الانغماس في التحليل الذاتي أو القيام بالمهام اليومية دون أن يزعجك الآخرون. حافظ على هدوءك في التواصل ولا ترهق الجو. الآن في الوقت المناسب لزرع بذور النجاح في المستقبل، لكن لا تنسى التوقف ومكافأة نفسك على المدى الذي وصلت إليه. احرص على عدم تفاقم حالتك المالية. تشير الكواكب إلى أنك قد تجد نفسك مغمورا بطلبات التنزه. التغيرات الإيجابية ممكنة إذا قمت بتشريح أفعالك وتوخي الحذر في كلماتك. حان الوقت الآن لإجراء التغيرات التي ستجلب لك ميزة جيدة وهدوءا في الأشهر القادمة. لا تتسرع وتفكر في نواياك وخططك مرة أخرى. ضع في اعتبارك كلامك. وبكده بنكون وصلنا لآخر الفيديو. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش انتم مستنيين ايه؟ اضغطوا على زر الاشتراك او السبسكرايب وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معايا. انا بكبر بيكم ومعاكم.